سلام الحباب، سلام صحاب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم نهار جديد وروتين جديد. اليوم احبابي غادي نشارك معكم غدايا غديوتي البسيطه ديال اولاد الشعب. درت لكم هنا احبابي طاجين بكفته ديال السردين بالخضر، فمرحبا بكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة حبابي بديت بها وهي غسلت السردين ديالي مزيان ودرته في الشبيكة يتسقطر، ودزت حكويت الخضرة اللي غادي نخلط معاه. درت معاه بطاطا محكوكة وخيزو محكوك، ودرت معاه بصلة محكوكة، ولا عندكم حتى القريعة الخضراء زيدوها، أنا ما توفرتش عندي هنا. من بعد دزت باش نقي الحوت، نحيد ليه الجلدة ديالو، كي قلت لكم غادي نديرو كفتة. دزت باش حيد ليه الجلدة، كنحيد ليه الجلدة ديالو كاملة، كنزع اللحيمة على الجليدة. فمرحبا بكم معايا ونخليكم الكبيدات مع الفيديو. صافي احبابي، الكفته ديالي هنا ها هي واجده، كي شتوني هبط عليها غير بالموس، محتاجيش نخدم الماكينه، انا ما كنحملش قوه المواعن.
صافي. وهنا حبابي غادي نزيد الخضره اللي حكيت هنا خيزوب والبطاطا والبصله، وسقطرتهم من الماء وضفت تما قزبور ومعدنوس اللي حتى هو مقطع رقيق. وغادي نضيف على هذا الشيء حبابي جوج درصات ديال الثوم غادي نحكهم، وعصير ديال حامضه صغيره. وفي التوابل غادي ندير التحميره وشويه ديال البزار وشويه ديال الكمون وشويه تاع القزبور اليابس ومليحه، ما تنساوش الملحه حبابي، الملحه تتبقى حسب الذوق. صافي وكنخلط كل شيء الكبيدات، وهانتوما معايا. صافي الكبيدات من بعد ما كتغلى لينا مطيشه
كنشكل كويرات من الكفته ديالي وكنصففها على هذا الشكل، وكنزيد عليها هنايا الفلفل قطعته على شكل طولي، الفلفل الاخضر، يمكن لكم ديروا الفلفل الالوان. وهنايا غادي نزيد واحد الفلفله حاره هكا، واخا هاد الفلفله ما حاراش ما لقيتهاش حاره، وكنسد عليه وكنخليه يطيب، وفي الاخر كنزينه بحبات من الزيتون الاحمر، وندوز باش نقدم وندوز باش نوجد العصير ديالي والشليضه. وهانتوما معايا الكوبيدات. سمحوا لي احبابي رجعت معكم هنايا، ولكن حبيت نجاوب واحد السيد خلى لي واحد التعليق، واخا ماشي من عادتي انني نجاوب على بحال هذا التعليق. كتب لي في التعليق كيفاش، انا بغيت نعرف غير كيفاش عائله كتاكل في هذا الطاجين وكتشبع. اللي بغيت نقول لك اخويا هو احنا الاسره ديالنا كتكون من ثلاثه ديال الاشخاص، جوج ديال الاشخاص هما اللي كياكلوا الماكله اللي كنطيب، والطرف الثالث مريض اللي هو ماما الله يشافيها ما كتاكلش هذه الماكله. شي نهار غادي نشارك معكم الماكله اللي كتاكل، وبالخصوص في هذا النهار، بالخصوص هذا النهار اللي درت فيه الحوت، فالطرف الاخر اللي كياكل معايا ما كياكلش الحوت، فانا هذاك الطاجين دخلت فيه بوحدي كلت قياسي. واخا غادي تشوفوني في الاخر حطيت الطبله وحطيت الكيسان وحطيت هذاك الشيء كله غير باش نصور، راني غير صورت كليت قياسي وجمعت هذاك الشيء في البواطات وحطيته في الثلاجه. قال لك اللي خلى غدا العشاء ربي غناه، حطيته في الثلاجه حتى عاود رجعت فيه. ونزيدك احنا انا ما كنطيبش كل نهار، انا كنطيب نهار ويومين لا، على حساب لقانا وعلى حساب قال لك لا لا راجل يطلق ولا عجوزه تفلق. المهم اللي بغيت نقول لك الا شتي شي انسان في شي حال كنطلبوا الله وكنقولوا الله يرزقه من حيث لا يحتسب، اولا كنسكتوا ولا عندنا مناش كنعاونوا هذاك الانسان، وما كنجرحوش الناس بهذا الكلام، لان كل واحد خيره في داره وكل واحد كيعرف كيفاش يسير اموره في قلب داره. يعني بلا ما نبقاو كنحطوا تعليقات اللي لا معنى لها، فكي قلت لك حنايا راه غير جوج الناس اللي كناكلوا هذيك الماكله، وهذا النهار دخلت فيه بوحدي الحمد لله. الله يخلي لي جيبي ويخلي لي صحتي اللي نض وصرفت عليه وطيبته وحطيته والحمد لله، واللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. وسمحوا لي يا حبابي أنا ما مولفاش نجاوب على بحال هاد التعاليق، ولكن كان علي كان لازم نوضح هاد المسألة هادي. فمرحبا بكم معايا الكبيدات، الله يخليكم ليا وعلى يخطيكم عليا، كل واحد راه خيره في دارو. فبحال هاد المسائل ما كتناقش نهائيا، لقينا باش نعاونو راه حنا كنعاونو، أولا كنكتفي بالدعاء. وهذه الكبيدات هي الطبيله ديالنا ديال اليوم، طاجين بالكواري ديال كفته السردين بالخضر اللي كيجي رائع في المذاق، كنتمنى حبابي تجربوه. وقدمته هنا بسلطه ديال الرجله، وهنايا قديت شويه ديال اللوبيا. ما شاركتش معكم الطريقه ديال اللوبيا حيت فايت نشاركها معكم في فيديو سابق، غادي تلقاوه على قناتي الاحتياطيه حنان الشعبيه. وهذا عصير الخيار والحامض والزعتر وشويه ديال الديسير والخبز. فمرحبا بكم معايا الكبيدات، وكنتمنى يعجبكم غدايا البسيط اليوم. واللي كيشاهد قناتي لاول مره ما ينسانيش ملي الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلو كل جديد، وخليوا لي اللايكات ديالكم والكومنتات الزوينه، وعلى يخطيكم عليا يا اعز الناس. وحتى لهنا ونقول الكبيدات ديالي بسلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله سلامه.